والله الحمد لله. هذا كما يقول لك التربص الاول اللي درناه، بعد رانا ناقصين شويه اسبوع ولا اسبوعين من التحضير، على بالك باللي بدينا شويه متاخرين، ومع الفريق جل اللاعبين هما لاعبين جدد. الحمد لله يعني التحضيرات راهي تسير في مستوى لاباس به، كاين تناسق بين اللاعبين في ظروف جيده، هنا راه نحضروا في ظروف جيده بمعدل حصتين في اليوم. اليوم وقفنا على مستوى اللاعبين فرديا وجماعيا، استخلصنا عدة نقاط، كاين نقاط إيجابية وكاين عدة نقاط سلبية اللي راح نخدموا عليهم في الأيام المقبلة إن شاء الله. يعني هذيك الحصة الأولى اللي عطات دافع سواء للاعبين ولا سلو بلون أدمينستراتيف ولا الطاقم الفني، اللي إن شاء الله كاع الناس راهي واعية بالمسؤولية وعلى بالهم باللي راهم يلعبوا في فريق اللي فيه الضغط، فريق اللي ما يرضاش غير باش يلعب الأدوار الأولى. ان شاء الله قلت لك باللي الحاجز الاول هو بدايه التحضيرات كانت شويه متاخره وعندنا لاعبين جدد، ولك لاحظت باللي كاين لاعبين التحقوا بنا كما بالغماري التحق بنا اليوم، وكاين عبيد اللي ان شاء الله راح يكون دعم قوي في القاطره الاماميه اللي عنده 3 أيام اللي التحق معنا في طرابلس، اللي ان شاء الله حقيقه اللاعبين عندهم اراده كبيره باش يحسنوا المستوى تاعهم، وان شاء الله نكونوا مجموعه اللي راح تكون كومبيتيتيف، ومجموعه اللي ان شاء الله تكون كما يقول لك حسن الظن الجمهور ان شاء الله. والله غير طموحات مشروعه، على بالك انت كي تكون فريق في الحراش ما معروف، يعني فريق الحراش هو فريق قاعده جماهيريه كبيره، فريق اللي كما يقول لك يحب اللعب الجميل. ان شاء الله احنا نسعوا مع اللاعبين والطاقم الاداري ان شاء الله نعملوا كلش ونقوموا كاع بالجهد تاعنا باش نكونوا فريق اللي راح كما يقول لك ما نقولكش لا ينافس على كما يقول لك الأدوار الأولى إن شاء الله.